السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الجديد على قناة الدليل التقني. اليوم رح نحكي عن برنامج ICC. رح نتوسع شوي في هذا البرنامج وكيف نضبط إعدادات الكاميرا على هذا البرنامج وكيف نولف الكاميرا عليه. طبعا الكاميرات اللي بتشتغل على برنامج ICC أنواع كتير، في منها داخلي وفي منها خارجي. هلأ هاي الكاميرا قدامي اللي عم نشوفها هي كاميرا خارجي متحركة، راح نجرب عليها ونستخدمها في التعرف على هذا التطبيق. بس أول شيء لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتتابعوا الفيديو للآخر. وهلأ أول شيء راح نقوم بتوصيل الكاميرا، راح نوصلها بكابل الباور ونقوم بتوليفها عن طريق الواي فاي، عن طريق البرنامج الخاص فيها. البرنامج الخاص فيها مثل ما قلنا اسمه ICC. هلأ راح فرجيكم كيف طريقة التوليف على الجوال. أول خطوة راح قوم بوضع كرت الذاكرة هون برأس الكاميرا. طيب مثل ما أنا شايف، أنا هلأ هون في مكان كرت الذاكرة وفي جنبه الزر، هذا الزر لتصفير الكاميرا أو لريست الكاميرا. في كتير ناس بيسألوني بالتعليقات إنه كيف نصفر الكاميرا. وهلأ هيك فتحنا البرنامج. هلا فيني انا اسجل عن طريق الايميل الخاص فيني، عن طريق الضغط على زر ريجستر. فيني اسجل عن طريق الايميل او عن طريق رقم الهاتف، ولكن عن طريق الايميل اسهل. هون بحط الايميل وهون بحط كلمة السر اللي بدي اختارها وهون بكرر كلمة السر. فانا هلا ما راح اسجل عن حساب على البرنامج، انا راح اضغط على فيزيتر لوجن. فيزيتر لوجن يعني الزائر، وضعية الزائر. طبعا فيني انا استخدم وضعية الزائر دائما بدون ما اعمل حساب للبرنامج. فيني اضيف الكاميرا عن طريق وضعية الزائر واتحكم فيها مثل الوضع العادي. هلا هون راح اضغط على وضعية الزائر وراح اضيف الكاميرا. هلا انا مشغل الكاميرا هون وعم تحكي الكاميرا، عم تعطيني انه هي بوضعية الجهوزية للتوليف. فراح اضغط زر الزائد واختار واي فاي كاميرا اول خيار، وبعدين نيكست نيكست. هلا هون راح احط كلمة سر الراوتر تبعي. طبعا كيف طلع الراوتر تبعي مباشرة على البرنامج؟ لأنه أنا شابك عليه، تمام؟ فهون بحط كلمة سر الراوتر وبحط هون أوكي. بعدين فهون بيطلع لي عم يطلع لي إنه حط واجهة الجوال مقابل عدسة الكاميرا، بس يطلع لي الباركود. أنا بس أعطيته نيكست طلع لي الباركود، فأنا راح أشيل هالباركود وحطه مقابل عدسة الكاميرا لحتى اسمع صوت من الكاميرا. وبتقلب الصفحة لغير، هلا هيك طلع صوت، طلع صوت التون من الكاميرا. هيك تعرفت على الكود وعطتني هيك اشعار انه تم الاتصال بالراوتر. فهون راح اختار بقى كلمة سر للكاميرا. انا راح اختار كلمة سر سهلة عشوائية، تمام؟ طبعا لازم يكون احرف وارقام واحرف كبيرة عشان تكون قوي، تمام؟ كبيرة. عم يعطيني انه كلمة السر متوسطة القوة بالاصفر، فمتوسطة وفوق بيقبل كلمة السر، إذا كان ضعيفة ما بيقبلها، لازم أنا أرجع أختار غيرها. فأنا اخترت هلا كلمة السر متوسطة جيدة. لا عفوا، هلا يمكن ما راح يقبلها كمان، هلا نعطيه أوكي، ما قبلها. عم بيقول لي كلمة السر خاطئة، لازم يكون الأرقام والأحرف كرييتيف، ما لازم تكون متشابهة، ما لازم يكون في أحرف متكررة أو متشابهة مثل ABCD أو مثلا مثل أنا اللي كتبت أو 1 2 3 4، فهذا غلط. ما بنكتب كلمة السر بالشكل هذا، تمام؟ أنا راح أحط كلمة السر أصعب وتابع. بعد كلمة السر بختار أنا اسم الجهاز هون، فيني أكتب الاسم كتابي اللي بدي إياه أو فيني أستخدم من الأسماء الجاهزة هون. هلا بعطيه سيف. سيف هلا عم يقول لي إنه اختيار وضعية تسجيل، انه تسجيل مستمر او الارم ريكورد. هاي يعني انه بيكون وضعية الحركة او وضعية وقت بيصير في الارم او حركة بيعطيني التسجيل بسجل. فانا راح اختار تسجيل مستمر، هذا دائما الخيار لازم اختاره دائما، افضل شيء. بعطيه نيكست. هاي تفعيل انذارات، ففيني افعلها والغيها ما في مشكلة. بعطيه كومبليت. هلا هيك تم الاتصال في الكاميرا. فأنا رح حركها للكاميرا، رح حركها بهذا الاتجاه،
جرب ارفع لفوق. اها هلا هيك الكاميرا. هاي الكاميرا. هلا راح نتعرف شوي بقى على البرنامج. البرنامج عندي اول شيء بطلع هيك من الكاميرا، في عندي السيتنجز الاعدادات. الاعدادات اول شيء بالاعدادات برأس القائمة في عندي الصوت، تفعيل الصوت، وفي عندي الاسم، تغيير الاسم، في عندي انه اقلب الصورة لفوق او لتحت او يمين او يسار، في عندي هاي الخيارات بحس انفعلها كتير رائعة. هون خيار اللغة، طبعا ما في لغة عربية هذا البرنامج، لغة انجليزي. وفي عندي الروتيشن سبيد، هي الحركة، خيار الحركة بطيء سريع. وفي عندي دي نايت، هاي حساسية الليل والنهار فيني اتحكم فيها. في عندي تقوية صوت سبيكر، في ناس بدهم صوت قوي يكون الكاميرا، فانا بقوي السبيكر للاخير اذا بدي اياه يكون قوي. هلا اللي بعده كلمة السر، فيني انا اغير كلمة السر باي وقت بدي اياه من هذا الخيار الثاني، باسورد مانجمنت. الخيار الثالث هو المهم، الخيار موضوع التسجيل. في عندي هون سايكليك ريكوردينج، هو التسجيل بشكل مستمر دائم، يعني بس تعبت الكرت الذاكرة مثلا بيمحي القديم وبسجل جديد. الفوق هو الخيار الفوق، هذا بس تعب كرت الذاكرة بوقف تسجيل، فأنا بحط هذا سايكل أفضل. هلا أنا هون متعرف كرت الذاكرة على الكاميرا، وظاهر عندي حجم الكرت مش قد الحجم المتاح، وظاهر عندي وقت التسجيل تمام. فراح احط رجوع وبتابع ريكورد سيتنجز، اعدادات تسجيل. هذا المقطع، طول المقطع ايش قد بيكون، فيني اختار ايش قد ما بدي لحد ال 120 دقيقة اللي هو ساعتين يعني. فانا يفضل اختار مقاطع صغيرة يعني 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، معلش، بس ما بختاروا مقطع طويل مشان ما يصير فيه فشل او ضغط على كرت الذاكرة. خيار تسجيل الصوت فيني اتحكم فيه، الغيه او فعله من هون، في ناس ما بيهمهم موضوع تسجيل الصوت. وهون عندي دقة الصورة، البيست هو افضل شيء بالكواليتي، دقة الصورة بالتسجيل. هلا عندي هاي الخيار الخامس، الخيار الخامس هو الشبكة اللي فيني احدد فيه الاي بي مود او روت مود انه مربوط على الانترنت. الاي بي مود هون الكاميرا هي بشبك على الواي فاي تبعها، بتصير بتبس واي فاي، فانا بدي اشبكه على الانترنت، فهذا الخيار صحيح. عندي الادفانس سيتنجز، هاي هون تحت في عندي الموشن تراكينج سويتش، هذا هون بصير الكاميرا تبع الحركة لنفسها لحالها، فهذا في ناس بيهمون ناس ما بيهمون. وعندي هذا الاعداد الجديد اللي هو اضافة الكاميرا للديسكتوب، يعني بصير الكاميرا مثل ايقونة على شاشة الهاتف، بفتحها ايمتى ما بدي، شايف مثل ما شايفين. يعني إذا أنا عندي 10 كاميرات على نفس البرنامج، بحسن كل كاميرا بخلي لها أيقونة خاصة فيها على سطح الجوال. يعني about device، هاي هون تحت، هاي بختار مثلا الوقت، بعمل له مزامنة مع الهاتف، بضغط عليها مثلا بصير مزامنة مع الهاتف. وفي عندي كمان restore default، إعادة ضبط المصنع، هاي من هون بعمل ضبط مصنع. وفي عندي الريستارت يلي هي إعادة تشغيل، فيني أعمل إعادة تشغيل من هون. فيني شارك هذا الكود مع أي حدا بدي إياه عشان تشغيل الكاميرا على جوال تاني. طبعا مجرد ما أمسح الكود من الجوال التاني وحط كلمة السر بفتح الكاميرا أنا، هاي مشان أشغلها على عدة جوالات، أو عن طريق زر الشير من هون بحسن عن طريق زر الشير بحسن بشارك الكاميرا على الأجهزة التانية. هلا راح فوت على الكاميرا، في عندي هون زر اللايت، تحكم في الضوء، في عندي بحسن بعمله هيك فول كلر او انفريد فيجن، بختار الوضع الضوء اللي بدي اياه. وفي عندي البلاي باك، هاي اعادة تسجيلات.
إعادة تسجيل طبعا، بده يكون إعادة تسجيل بده يكون مضى وقت معين يعني على الكرت، على وجود الكرت والتسجيل. هلا بنروح على الريل تايم. هلا في عندي اللي بتزيد من هون عشان اتحرك بيطلع لي اللوحة، وفي عندي هاي هون الزر للموشن، تحكم في الموشن. ما فرق معي شي عن الاعدادات الضبط الرئيسي هاي بشكل عام. وهون نعرف هاي الايقونات، هون اخراج الصوت، وعندي الاستماع. الاستماع من هون بشغله، استماع للصوت. طبعا انا ما راح يطلع الصوت اللي عندي لانه حاط سماعات. وفي عندي التسجيل مباشر على الجوال من هاي الايقونه، في عندي التقاط صور بشكل مباشر كمان من هاي الايقونه. وهون الدقه بخفضها وبعليها حسب ما بدي. هذا كل شيء عن هذا البرنامج. بتمنى يكون استفدتم من الفيديو. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه في حال ما كنتم مشتركين، لتشوفوا الفيديوهات الثانيه عن البرامج الثانيه وعن الكاميرات الثانيه. ودائما نشوف تحديثات بهي القناه. والى اللقاء.